السلام عليكم. كما كان منتظر، بدأت تظهر علامات نتاع العشب الطبيعي فوق أرضية ميدان ملعب دويرة، وهذا خاصة بعد الأمطار الغزيرة التي سقطت في البارحة وقبل البارحة. إذا الخطوات بدأت تتسارع لكي ننتهي من أشغال نتاع الملعب هذا، وإن شاء الله سوف نتفرغ لإنشاء ملاعب أخرى في سطيف وقسنطينة ومدن أخرى، بشار وكل الملاعب المبرمجة الجديدة، وكذلك في ترميم بعض الملاعب الكبيرة كملعب جيجل وكذلك ملعب سيدي بلعباس. أترككم تشاهدون ما تبقى من الفيديو. السلام عليكم.